تواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط حائذي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. وقد أسفرت تلك الجهود خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 486 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 18 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل عمد ومخدرات ومقاومة سلطات وسلاح وسرقة بالإكراه. وضبط 296 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 582 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1053 قطعة سلاح ناري أبرزها 145 بندقية و80 بندقية آلية و50 مسدسا و778 فرد محل الصنع، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 1141 طلقة متنوعة و95 خزينة، إضافة ل 1259 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع، وترسيخا لمبدأ سيادة القانون. نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 464,322 حكما قضائيا، بينها 1969 حكم جناية و 168,473 حكم حبس و 229,250 حكم غرامة و 64,630 مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 6 تشكيلات عصابية ضموا 20 متهماً قاموا بارتكاب 51 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 50 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد، وضبط مرتكبوها بإجمالي 66 متهماً، كما تم إعادة 19 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1520 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1663 متهما وبحوزتهم قرابة 221 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 242 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 64.5 كيلوغرام، إضافة إلى ما يزيد على 21 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 34,465 قرص مخدر،